أعزائي مستمعي راديو وتلفزيون زهرة العرب لكل العرب، وصباح الخير يا عرب، برنامج صباحي جميل عبر أثير الإذاعة، وهذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور خالد جعفر نائب رئيس جامعة مدينة السادات لخدمة المجتمع وشؤون البيئة. أهلا بك ضيفا عزيزا غاليا علينا دكتور خالد. صباح الفل يا أستاذ محمد، إزاي حضرتك؟ نقول صباح الخير يا عرب، يعني صباح جميل بديع اليوم من الغردقة الساحرة وعلى هامش فعاليات المؤتمر الدولي السادس الذي ينظمه معهد الدراسات والبحوث البيئية. ماذا نقول عن هذه المشاركة الفعالة دكتور خالد؟ أهلا بكم دايما معنا في كل الفعاليات في جامعة مدينة السادات. عندنا النهاردة المؤتمر الدولي لمعهد الدراسات والبحوث البيئية والمتعلق بآفاق والتنمية المستدامة. المؤتمر النهاردة كان حضروا قيادات الجامعة المصرية، منها قيادة جامعة مدينة السادات للسيد الأستاذ الدكتور أحمد محمد بيوني رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور شاد المعوية نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، و نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ورئيس المؤتمر عميد الكلية ووكلاء الكلية، وحشد حافل من الباحثين والأساتذة وأعضاء التدريس من الجامعات المصرية إضافة لبعض الجامعات العربية. النهاردة طبعا افتتحنا بالأمس المؤتمر بمحاضرة عن التنمية المستدامة وحياة كريمة وعلاقتها بحياة كريمة. تمام. مبادرة حياة كريمة، مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت هذه المحاضرة أطر عامة للتنمية المستدامة المطبقة في جامعة مدينة السادات في محاورها الثلاث: المحور الاقتصادي من مشروعات متعددة ومشروعات صغيرة ووحدات ذات طابع خاص ووحدات استثمارية في داخل الجامعة ومشاركات في مشروعات خارج الجامعة، إضافة إلى إنشاء بعض المنافذ المتعلقة بتوزيع المنتجات الغذائية الحيوانية والنباتية بأسعار رمزية. هذه استثمارات تزيد من الموارد الذاتية ومن اقتصاديات جامعة مدينة السادات، إضافة إلى المحور البيئي والمتعلق بالدراسات البيئية المختلفة في داخل الجامعة وخارجها، إضافة للمحور المجتمعي وهو المتعلق بالقوافل والرعاية المجتمعية للقرى الأكثر احتياجا والمشروعات التنموية اللي بتقوم بها جامعة مدينة السادات. النهاردة بأمر الله في عندنا أكثر من محاضرة، لأن كان في محاضرة ثانية متعلقة بالطاقة واستخدام الكهرباء في وسائل النقل، دي كانت محاضرة مهمة جدا لأعد الأفراد باللغة الإنجليزية، كانت أونلاين، ودي كانت مهمة جدا لأنها وضعت إمكانية توفير الطاقة الكهربية لكربون دايوكسيد والانبعاثات الغازية. وحضراتكم عارفين النهاردة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشارك من الأمن منذ الأمس في فعاليات مؤتمر المناخ. بالفعل هذه المحاضرة وضعت إطار عام لاستخدام الكهرباء في كل مناحي الحياة أيا كانت وسائل نقل وخلافه، هتقلل الانبعاثات الكربونية. النهاردة بأمر الله في أكثر من محاضرة، محاضرة عن التحول الرقمي ومحاضرة عن البيئة إن شاء الله بأمر الله، إضافة إلى الفعاليات المتعلقة بالجلسات العلمية إن شاء الله يا فندم. صباح الخير يا عرب، بيحيي حضرتك الأستاذ الدكتور خالد جعفر نائب رئيس جامعة مدينة السادات لخدمة المجتمع، وصباح جميل على حضرتك وعلى كل المشاركين في المؤتمر الفاعل يا فندم. صباح الفل للإذاعة الكريمة اللي دايما معانا في كل فعاليات جامعة مدينة السادات يا فندم. خالص، شكرا جزيلا، توفيق وفي رعاية الله. شكرا دكتور خالد، تفضل يا فندم. تمام، مع السلامة.